كان عندنا كلام في الفقرة اللي كانت أيام الأهلي في رمضان الأسبوع الأخير من رمضان، وكنا بنتكلم فيما هو قادم وعندنا مباراة الذهاب وفكرة هنا برضو التوقعات. هو يمكن امبارح الناس فرحت، ولكن امبارح برضو الناس قالت لك ما احنا فرحانين وكل حاجة، يمكن التأهل لسه ما نقدرش نقول ان احنا يعني ضامنينه أو زي ما بيتقال كده بلغة دارجة في جيبنا، لكن الفريق ده انا بني لحضرتك اللي اتقال الفريق ما هوش يعني قوي قوي اللي اصلا كان المفروض ان انت او تتوقع ان انت ما كنتش هتفوز يعني. فرباعيه نظيفه بالامس مع طبعا الجول اللي اتلغى، بتشوف ازاي المباراه بامس كابتن ماهر؟ قبل طبعا بنبارك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته والجهاز الفني. قبل ما نتكلم على المباراه عايزين نتكلم على التحضيرات اللي قبل كده، التحضيرات الاداريه اللي فيها احترافيه من الكابتن محمود الخطيب. ودي الخبرات اللي ربنا اداها له بصفته كلاعب مر بالظروف ديت، وكاداري وكعضو مجلس اداره وامين سدو ثم رئيس نادي. ف وهو ده النادي القارن، نادي ال 115 سنه انجازات. اهم بقى التحضيرات كانت يا كابتن، اهم حاجه في التحضيرات ان هو رجع الثقه للجهاز الفني واللاعبين اللي كانت مفقوده. احنا قعدنا في ملف الدوري العام يمكن حوالي 3 مباريات بيحصل فيها هزه للعيبه النادي الاهلي. هنا الجراه والخبره والحنكه من رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ان هو بسرعه قدر، هو رقم واحد، هو المبادره منه بدا يقعد بقى مع مستر موسيماني رقم واحد جهاز والراجل بالذات، لان الراجل برضه اتحط تحت ضغوطات. يا عيني الراجل بقى له سنه وثلاث اشهر لسه ما اتعودش على ضغوطات النادي الاهلي في سان داونز. هو بس سنه وثلاث اشهر سد الواحد حاسس انه والله بقاله شويه من كتر الاحداث والبطولات طبعا. يعني كل 3 ايام واربع ايام وبيسافر وبيطلع وبيروح وبيجي، فالراجل ما تعودش على الضغوطات دي. فهو كان في سان داونز بيكسب بطوله كل سنتين ثلاثه، يعني يخسر بطوله، ما حدش مش متعود على الضغوطات دي. لما جه بقى نادي القرن، نادي البطولات، نادي الانجازات، يعني مش ملاحق. فديت اثرت عليه نفسيا. فرؤيه بقى كابتن محمود الخطيب الرؤيه الجميله الاحترافيه، جاب الراجل الاول واداله الثقه، يعني مش عاتبه، لا ده اداله الثقه وقال له دي مرحله بتمر، مرت بيا كلاعب ومرت بيا وانا مسؤول، واخد بالك؟ واكيد موسيماني نفسه مر بيها قبل كده مع فرقه السابقه، بس مش بالشكل ده. يعني اللي هو ضغط عليه في المؤتمرات الصحفيه، ضغط عليه من الميديا، ضغط عليه من النقاد، فالراجل يعني حس ان في ستريس جامد جدا عليه. ده احنا كنا ستريس والله، احنا كجماهير او كمذيعين او غيره او داعمين للفريق، احنا كنا ستريس كتر اللي بيتقال، ما بالك اللي جوه بقى المطبخ طبعا. وبعدين لو تفتكر يا كريم احنا اتكلمنا في المواضيع دي من فتره وقلنا دي مرحله بتمر بالبطل، مرينا بيها واحنا لعيبه، مرينا بيها واحنا مساعدين مدربين، ومرنا بيها واحنا مدربين. بس انتوا ما ضغطتوش زي دلوقتي الفرق اللي موجوده، يعني انتوا برضو كنتوا لما كنا بنضيع لا هقول لحضرتك يعني حاجه، انتوا كنتوا شويه يعني محظوظين، خلينا نقولها بهذا الشكل. ما ضغط البطولات ما كانش كده ولا الماتشات، لا برضك احنا كنا، بس كانت الظروف كانت افضل ان كان في ارتياحيه كتير. يعني عندك بين المباراه والمباراه اسبوع، بس مش كل 3 ايام. بس المقابل كانت متعوضه بايه؟ بثقل الفرق اللي كنتوا بتلعبوها، يعني كل منتخب مثلا وقتها او كل فريق في يعني كل افريقيا اقوى من بعض. صح كريم، ده كان الفتره الذهبيه للفرق الافريقيه كلها بالظبط. فالجزء الثاني بقى كابتن خطيب مع اللعيبه طبعا رفع روحهم المعنويه، وانتوا لعيبه ابطال وانتوا لعيبه مميزه واحسن لعيبه موجودين في القاره، والكلام ده كله كان مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب طبعا. يعني كان في وقته بصراحه زي ما بيتقال، واختار التوقيت المناسب، وهو بيساند طول، يعني هو طول عمره موجود مع الفرقه، اذا كان في السفر خارج القاهره او وجوده في المعسكر معاهم. لا وكلامه ودعمه يعني اتوا ثمارهم في نهايه المباراه، ترجم على الارض بشكل طبعا شجعت من اللعيبه وحست اللعيبه لا احنا لازم نعوض، ولازم طبعا نفرح الراجل دوت والجهاز الفني والجماهير بقى العظيمه ال 100 مليون اللي كان بيشجعهم امبارح. فكل الحاجات دي كان الجانب الاداري ده كنا لازم نقف عنده ونبدا نعرضه عشان الناس برضك تعرف ان المنظومه الكبيره ديت اللي 115 سنه انجازات واعجازات مش ماشيه بالصدف بالظبط كده. ده شغل ناس حرقانه وتعبانه وشقيانه. اللي حصل في ماتش امبارح هو كان يعني كان في اجابه على تساؤل. أيوة. يعني يمكن نهاود كمان بصفه خاصه سالته قبل كده، انا فاكر في اكتر من حلقه في اكتر من موقف مشابه، فكره واحنا ليه دايما مش بنحسم الامور من أيوة. لقاء الذهاب اهو اتحسب المره دي. وحتى نهاود قالت ايه المبرر؟
يا كابتن ماهر الفرص اللي عماله تضيع دي طب وبعدين اخرتها ايه؟ فانا قلت لها بس اصبري اصبري. ليه؟ برضك يا كريم لما بقى عندك كل ثلاث ايام ما بيلحقش الراجل يصلح، لكن لما بقى في مساحه اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها كل اسبوع مباراه فده الفرق. الراجل اشتغل. طب الراجل من ضمن الحاجات اللي الكابتن محمود الخطيب برضه اتكلم معاه ان لازم نزود في الحته التخصصيه دي. حلو. لازم يبقى فيه الكباتن يقدروا يلموا اللعيبه. فكل المنظومه اشتغلت بشغل احترافي بان النتائج بقى اللعيبه في المباراه دي في التسخين باين، في المعسكر باينين ان هم متحمسين مركزين في ابتسامه خفيفه كده عايزين يعني يوصلوا لجماهيرهم الحبيبه ما تقلقوش احنا هنسعدكم احنا هنبسطكم في المباراه دي. وفعلا ده اللي حصل يا رب المباراه دي واللي جاي. يعني ومش بس بتكلم على الاياب، انا بتكلم على باقي الماتشات المتبقيه. احنا ما حطيناش نهاد، ما حطيناش رجلينا لسه على البطوله، احنا لسه احنا حطينا رجل على نص النهائي، فضل لنا لسه في شوط تاني.